سادس أجزاء سلسلة توم كروز المهمة المستحيلة أو ميشن امباسيبل يعرض الآن وعلى منصة نتفليكس. Your mission. Should you choose to accept it? I wonder, did you ever choose not to? فيلم تجسس وحركة أمريكي ويعتبر هو الجزء السادس من أفلام المهمة المستحيلة والثاني من حيث الإخراج للمخرج ماكويري. الفيلم في هذا الجزء يضم الممثل الرهيب هنري كافييل والمعروف بدوره كسوبرمان الجديد في عصرنا الحالي. الجزء السادس يتحدث في قصته عن فشل مهمة لفريق توم كروز والمؤدي لدور إيثان هونت وكيل فريق المهمة المستحيلة وقائد فريق العملاء. هذه المهمة الفاشلة تضع أسلحة خطيرة في أيدي المرتزقة والذين يرغبون بمبادلتها بمقابل إخراج أحد المجرمين المقبوض عليهم من قبل فريق إيثان سابقا. هنا يجد إيثان أو شخصية توم كروز نفسه مضطر لتسليم أو مبادلة المجرمين بمقابل الأسلحة النووية، ولكن الأمور لا تتوقف على هذا الحد بل وتزداد بالتعقيد مع مشاهدتنا لهذا الفيلم. You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. هذا الفيلم اللي صدر في عام 2018 حقق نتائج ونجاح كبير جدا في شباك التذاكر، حيث حقق أكثر من 790 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، مما يجعله المركز الخامس كأعلى فيلم دخل لعام 2018. بالإضافة إلى أن هذا الجزء كذلك يعتبر الأعلى من حيث الإيرادات في كامل السلسلة مقارنة بالأجزاء الماضية. الفيلم تلقى إشادات كبيرة من النقاد واللي مدحوا التصوير والقصة والتمثيل ومشاهد الحركة والمجازفات والموسيقى التصويرية، وأعتقد أنهم بالعادة أو كما اعتدنا لا يحبون الأفلام المستمرة بسلسلة أجزاء طويلة، وبالتحديد إعجاب كلي بجزء سادس عوضا عن البقية. You need to walk away. Please don't make me go through you. How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough? لكن يبدو بأن الإعجاب حقيقي، حيث أن وصفه الكثير بأن أفضل أجزاء السلسلة، والبعض عدوه من أفضل أفلام الحركة والأكشن على الإطلاق. والحقيقة أنا شخصيا أجد بأن هذا الجزء واحد من أمتع أجزاء السلسلة وأجودها صناعة، جزء متعوب عليه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. Ethan, that's not who we are. Maybe we need to reconsider that. هذا العمل يحتل في الفترة الحالية المركز الرابع كأكثر أعمال نتفليكس مشاهدة للأفلام تحديدا على المنصة. What the hell is he doing? I find it best not to look.